النبي صلى الله عليه وسلم رغم المقاربة الصعبة بين وضع الأمة الإسلامية في زمانه التي لم تجاوز حدود الجزيرة العربية، يبشر أصحابه بفتح الروم. ليس هذا فقط، ليس فقط بشرهم بفتح القسطنطينية، بل جرأهم على قتال الروم. فعندما يرسل كتابا إلى صاحب بصرى فتقتل بعض الجماعات والقبائل المواليه للروم صاحب الكتاب رسول النبي صلى الله عليه وسلم، فيحرك النبي صلى الله عليه وسلم سنة ثمان للهجرة جيشا لمحاربة هذه القبائل المواليه للروم والحاميات الرومية في شمال الجزيرة العربية، ويعلم أنها مهمة تكاد تكون انتحارية، لأنه سيحارب أقوى وأعتى قوى الأرض في ذلك الوقت. فيجعل على قيادة هذا الجيش 3 بالتوالي: زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. ويخرج هؤلاء المسلمون 3000 مقاتل، ليجدوا أن الروم قد جمعوا جموعا هائلة، وإن الإمبراطورية الرومانية أمدت من قواعدها في الشام قبائل شمال الجزيرة وقبائل أطراف الشام بعدد هائل من الجنود. وأنا ليس من عاداتي التوقف كثيرا أمام الأعداد التي يرويها المؤرخون وكتاب السير، لكن يتحدثون عن 200,000. اليقين أن هناك تفاوتا هائلا بين الجيشين، ويتشاورون القادة 3 ومن معهم من الصحابة أمام هذه الحشود الهائلة التي ما توقعوها، فينتهي قرارهم إلى المواجهة. جزاهم الله عن هذه الأمة خيرا إلى يوم القيامة. وتدور معركة هائلة غير متكافئة تبدأ من فجر ذلك اليوم إلى مغربه، يقتل فيها القادة 3 شهداء: زيد فجعفر فابن رواحة، وهم من خيار شهداء هذه الأمة. ثم تولى القيادة خالد بن الوليد، فينجح في إنهاء المعركة دون هزيمة والعودة بجيش الإسلام إلى يثرب. ولك أن تتخيل أن شهداء الأمة في هذه المعركة بهذا الوضع غير المتكافئ 8 شهداء، منهم القادة 3 عليهم رضوان الله إلى يوم الدين. ما الأثر الذي تركته هذه المعركة؟ لماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو أصحابه الروم على عينه؟ أراد أن يضع قاعدة أن هذه الأمة لا تهاب، وإنه يجر أصحابه على الروم، وأن يلقى الرعب في نفوس الروم من مواجهة المسلمين. لذلك عندما جاءت تبوك فر الروم، وعندما أنفذ النبي بعث أسامة فر الروم، وتشكلت القاعدة الثابتة أن هذه الأمة تغزو ولا تغزى، ويهاب منها عدوها ولا تهاب عدوها. فصلى الله وسلم وبارك على نبينا المصطفى الحبيب الذي بشرنا بهذه البشارات، والذي وضع أقدام هذه الأمة على طريق الفتح وعلى طريق النصر وعلى طريق نشر الإسلام في ربوع الأرض مشارقها ومغاربها.